إذا رجعنا من جديد، ويعني كما يقال وكما تقول أيضا الشاعرة الأردنية والتشكيلية، وظيفتنا لليوم غدير حدادين ليس الأمل مادة ولا هو فكرة، إنه الموهبة. اليوم نحكي عن لو إنها بالأمل، هذه المبادرة، وأيضا قديه بتساعد على تنمية الحس الإبداعي لدى أصحاب الهمم. رح نعرف أكثر عن لو إنها بالأمل من خلالك. أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير، وصباح الخير للجميع. أول شيء لما نبدأ بنحكي صباح الخير لغزة، غزة الصمود، غزة المقاومة، غزة الأمل. فدائما بهاي الأوقات بنحكي إنه يعني نستمد من أهالينا في غزة صمود الأمل، الانتصار إن شاء الله عن قريب. يعني دائما لما نحكي لونها بالأمل نحكي الخير بالبلد، اللي دائما ما منوقف رغم الانكسار، رغم قلوبنا الموجوعة، إلا أنه إحنا بنستمر في موضوع الأمل، التحدي، الإصرار. ودائما إصرارنا بناخدهم من عزيمة أطفالنا اللي مهما صار في عطاء، في أمل، في رسمة حلوة، في ألوان جميلة عم تتشكل على الأبيض، عالم الطفل اللي بيشوف الأبيض وبيرسم فيه بطريقة ممتعة. فعلاً. رائع. غدير، والله أنا شاهدت فيك مجروحة، يعني أنت صديقة عزيزة وجميلة، وشغلك في الفن التشكيلي استثمرتي لأجل العمل الإنساني for a good cause زي ما بيقولوا. وموضوع أنك أنت يعني تتفرغي بوقتك كتير لهذا الموضوع، أنا دائما بسأل حالي غدير شو اللي بيخليها تستمر بهذا الحماس؟ هل هذا العمل مع هذه الفئة بيعطيك مزيد من الحماس والدافعية أنك تشتغل معهم دائما؟ تعرفي سمر، دائما استمراري بهذا المجال أول إشي محبتي لبلدي، هذا الإشي اللي كتير دائما دافع. يعني لما نيجي نحكي لونها بالأمل هو مشروع وطني إنساني بيخدم طفل ببلدي وبيخدم أطفال العالم كلها. فدائما بنسعى يعني تنويع بالأنشطة، النشاط. يعني أكيد هي لونها بالأمل بيهتم بالأطفال المصابين بالسرطان متلازم الداون، أطفال التوحد، وحتى كبار السن، كبار المحبة بالعطاء، إنه إحنا مهم أنه نزرع الأمل. يعني برسمة العمل الفني ما بيقتصر هلأ أنه أنا تقديم لوحة فنية أو قصيدة أنه نكتب شعر، لكن أنه حلو يخدم الإنسانية. اللوحة صارت عبارة عن وسيلة لغة وتواصل مع الآخرين. أنا الطفل لما بدي أتعامل مع الطفل بكتشف شو دواخل هذا الطفل، شو العالم، شو بيغضب. دايما كثير بسمع من الأهالي أنه ابني بيروح على الغرفة وبيرسم بيرسم وبيرجع بفرجيني لوحته. قد ايه الطفل بده يعبر لنا؟ يعني ممكن انه هلا هالفتره مع التواصل الاجتماعي ومع التكنولوجيا انه صار بس الجهاز اللي هو بيستخدم الطفل، ما في لغه تواصل مع الاهل، بس بالرسمه بيقدر يوصل لنا انه شو عم بيشعر، شو عم بيعاني، من ايش خايف. بنشوف انه في اغلب الحالات النفسيه بيلجأوا مع الاطفال للرسم، اللي بتعرضوا لصدمات نفسيه وفقدان لربما. صحيح. الاطفال اللي بيعانوا اليوم بنشوف بأنه بيلجأوا للرسم عشان يفهموا نفسية الطفل ويقدروا أنهم يعالجوه. ولكن اليوم إذا ما تحدثنا عن أيضا أطفال متلازمة داون وأيضا التوحد ومرضى السرطان، الفئة اللي عم بتسلط الضوء عليها هي فئة فعلا بحاجة إنها تعبر عن نفسها. واليوم عم بنشوف من خلال المبادرة ومن خلال الفعاليات اللي بتقوموها، أيضا هذا بيحتاج إلى لغة تواصل مع هدول الأطفال، وأيضا بيحتاج ل يعني أعتقد هو على عاتقكم مسؤولية كثير كبيرة بينكم تقدروا تنظموا هذا الحدث وتجمعوهم وتفهموهم وتعطوهم وجه. مهارة جيدة جدا عندكم. أكيد، يعني هي بلشت الموضوع والفكرة بمبادرة، لكن بعدين تأسست وصار فيها يعني شكل مؤسسة لفكرة إنه كيف نقدر نستمر. فكرة إنه العلاج بالفن زي ما أنت ذكرت إنه مهم جدا، مش بس كمان للأطفال الهمم، كمان إحنا كأشخاص عاديين بالحياة بنحتاج إنه صحتنا النفسية تكون جيدة، خاصة بالأحداث اللي بتمر علينا. أنت بتعرف من فترة كورونا وجاي إنه العالم كله اختلف. يعني فترة ما قبل كورونا مش زي هلا، ولا بعد كمان دخلنا بعالم آخر، سمعنا زلازل وهلا حروب، فالإنسان عم بتدمر، فمن جوا نفسيته بحاجة لعلاج بالفن. كتير عم
نسعى لتقديم ورشات رسم بالعلاج بالفن، الفن مش فقط الرسم، ممكن خلال الموسيقى، التمثيل، الشعر، الكتابة، الكتابة قديش هي تفريغ بهذا المجال. فعم نسعى لهذا الموضوع من خلال ورشاتنا التطوعية، الشغلات اللي احنا عم نعملها لحتى نعيد يعني زي ما بيحكوا الحياة في نفوسنا احنا. كتير التفتنا لموضوع السيدات، انت بتعرف انه الام هي اساس البيت، فبحالتها النفسية المرتاحة اللي بتقدر تعبر عن اوجاعها، عن همومها، حتى احيانا انه لما نيجي نحكي لسيدات الفوق 60 سنة عمرهم، يعني اعطوا برسالة بالحياة وقدموا كل شيء، هلا بحاجة انه يلتفتوا لنفسهم انه وين احنا وصلنا، خاصة بعد سن التقاعد. دائما بتعرفي معروف عن الغرب انه بعد سن التقاعد بتبدأ الحياة، احنا بعد سن التقاعد بنحكي انه خلص انتهت الحياة ومصير نعد، عكسي لا، احنا زي كأنه الرسالة غير موجودة بالضبط. فلازم انه احنا نقعد نرسم، نتحدث. كتير من السيدات من خلال الرسم اول ما يبدوا يرسموا، في منهم مش قادرين يرسموا لانه لسه في حاجز انه انا امسك اللون، اللون دائما مقتصر للاطفال انه كيف بدي الون يعني كيف الفكره، بس بعد شوي شوي بيطلع دفق عالي من الالوان، من المشاعر، من الاحاسيس، من الخطوط، بتكتشفي انه لا، في بدواخلنا لسه في امل، في بسمه، مع انه البسمه شوي احيانا بتخفى لكن تصحى ما دام في شغف بالحياة. دافعية للحياة، بتعرفي قد في مثلا احنا كثير بنحكي لبعض والله ما انا شايفه شيء حلو بالدنيا، هاي لحالها يعني مصيبه لانك انت مش متذوق جمال اي شيء. صحيح. فبالتالي من خلال اللون والموسيقى والشعر كل هالاشياء بترجع على الاقل ثقتك بانه في بالدنيا لسه شيء حلو. صحيح. صحيح. لكن قد ايه الاطفال اللي اشتغلتي معهم او النساء او المسنين كبار السن قدروا انهم يصيروا محترفين بالرسم غدير؟ يعني انتم عم تروحوا عليهم باستمرار. في حدا مثلا طور موهبه انت شعرتي انه والله ما شاء الله طلع رسام؟ او طلعت رسام؟ هلا شوفي، بالشيء الاساسي بالعلاج بالفن مش مهم تكون عندك موهبه بمقدار ما انك انت تتفاعلي مع الالوان. هلا اكيد بمشوار لونها بالامل اكتشفنا في طاقات إبداعية خطيرة جدا. يعني لما نحكي عن الأطفال بالمخيمات، بالأماكن الأكثر احتياجا، بالمحافظات، هاي كلها من الأطفال شعرنا إنه في، بس بدنا الشعلة. مقولة للفنان العالمي بيكاسو إنه في داخل كل طفل فنان، المهم إنك أنت كيف تحافظ على هاي الشعلة. ودائما بنكتشف بأطفالنا في عالم، بس المهم إنه أنت تعطيهم الألوان، تعطيهم الدعم النفسي إنه أنت قادر تقدر. بالنسبة لذكرتي سمر سيدات كبار السن، كبار العطاء والمحبة، يعني كانوا بالبداية يحكوا لي إنه أنا ما بقدر أرسم، عندي وجع بعظامي ومش قادر أمسك الريشة. يعني أول إشي بالضبط. بس بعد شوي صاروا يتذكروا إنه كيف بيتهم أيام زمان، الألوان، الفساتين اللي كانوا يلبسوها. يعني قديش بالضبط، قديش فكرة العودة للماضي، وهذا الماضي يعني كتير أحيانا الماضي بيحيينا. صح. بيرجع لنا الذاكرة الجميلة وبنتذكر الأشياء الحلوة. هلا كمان شغلة إنه عم يعني نلتجئ كمان لفكرة الألوان واستخدام الأقمشة، يعني الكولاج، المزج بين القماش والألوان. دائما هذا الفن بيحكوا لك من زمان كانوا السيدات اللي بيفقدوا رجالهم بالحرب وأطفالهم، يعني الباقي من ملابس العائلة بيصنعوا منها لوحات لتبقى ذاكرة جميلة. هذا برضو عم نستخدمه بالعلاج بالفن. قديش مهم انك انت القطعة من القماش او اللبس انك ما عم تلبسها هلا، بس انت عم بتعيد احيائها من خلال لوحة جميلة، خاصة اذا بتعني لك، بتشتغل عليها، بتشعر ان انت صنعت بحب، بقلب جميل، يعني بتقدمها مختلف، بيعطيك شعور مختلف. بتعرفي يمكن باحدى جربت اعمل، وعملنا تقرير عن العلاج بالفن فن بإحدى يعني الرسومات، أعطونا قماشة وخلونا نرسم عليها ذكريات جميلة عشان نضلها معاك طول الوقت، كل ما تشعري إنك أنت زعلانة أو بيأس طول القماشة ممكن تكون زي هيك يعني بوشي أو أي إشي بس مرسوم عليه. أعتقد أنه أحيانا خطوات صغيرة وشغلات صغيرة بترجع لنا معنى الحياة، بتعطينا أمل زي ما من خلال مبادرتكم عم بنشوف. قدي أيضا نركز، الحلقة الماضية كان لقاءنا وحديثنا عن أطفال التوحد، ويعني اللي بيعانوا من التوحد تحديداً،
قديه مهم الرسم لإلهم بأنهم يساعدهم على التخطي نوبات اللي ممكن تصيبهم وأيضا تفاعلهم مع الآخرين. نعرف مرضى التوحد أكبر صعوبة لديهم أنهم يتواصلوا مع المجتمع المحيط عاطفيا خصوصا. يعني بتعرف بالنسبة لأطفال التوحد وتحديدا أنا حابة أذكر عندي طفل يعني هو كان معنا بجمعية لونها بالأمل طفل علي عطية, طفل من أطياف التوحد وقدي جهود والدته بمتابعة الطفل هذا وإن انه عملت له معرض, وهذا المعرض الرسم احتوى على عديد من اللوحات كانت انفعالات علي بلحظات يعني هي بتعطي مساحات كبيره انه ليعبر عن هواجسه عن يعني خوفه او انفعاله او فرحه كان بيتجسد بموضوع اللوحات. كثير مهم انه طبعا الالوان مهمه لتعبير الطفل عن انفعالاته, حتى كمان بموضوع القصائد قديش في اطفال متلازم الداون. أنا حابة أذكر كمان الطفل ناطق العبيدي إنه دائما فعلا دائما بيقرأ الشعر ويجيد قراءة الشعر والتعبير عن لغة عربية عن اللغة يعني العربية متقنة. كمان فكرة إنه عم تحكي عن والدته قديش دعم نفسي لإله, حتى والدته يعني أنا بحب أوجه لها تحية لأنه هلا هي كمان من سيدات المصابين بالسرطان في رحلة علاج وشفاء إن شاء الله. كمان هي إصرارها بالرسم يعني إنه إحنا بنحكي مش بس الإنسان ممكن يعني كيف بدي أحكي لك إنه بس عم بيبتسم وبيرسم, لا في معاناة من جوا ممكن إني أنا أجسدها من خلال اللوحة. فاللوحة صارت مش بس عمل فني بمقدار ما هي تعبير ولغة, وأيضا إنه أنا بفرغ شو جواتي على الكانفاس الأبيض. كيف غدير كيف بتصمموا الفعالية؟ يعني أنا شفت عندكم أكثر من يعني أكثر من عنصر خلال الفعالية الوحدة. نعم. أساسي موضوع الرسم أحياناً وفي شعر في موسيقى, شفنا الأستاذ سعد حتر مثلاً معاكم بأكثر من جولة. كيف بتصمموا؟ شو كل مرة بتحاول تضيفي غدير أنت وفريق العمل اللي موجود معك؟ يعني بتعرف في شغلة مهمة إنه إحنا بالرسم زي ما أنت ذكرتي مش بس إحنا عم نعمل اللوحة. حلو إنه ندخل التراث الأردني, أغانينا التراثية إعادة إحيائها. كثير من الشغلات اللي ما كنا نحكي مع الأطفال بالقرى إنه هن يعني ما بيعرفوا الأغاني يعني مستبعدين عنها. فحلو إنه اللحن الموسيقى ندخله بهذا الموضوع. فترة من الفترات كنا نصطحب الفنانين الأردنيين يعني إحنا بنشوفهم على الشاشة. حلو إنه يكونوا معنا بهاي الورشات. أيضا الإعلاميين والصحفيين إنه بدل ما إحنا نبعث الخبر إنه صار معنا هيك هن يشاهدوا الحدث اللي عم بيصير وبعدين بتزودوا بالسعادة اللي موجودة حولها يعني كامل من فنانين من إعلاميين حتى من سياسيين. حلو السياسة ندمجها إنه حتى مع الفن إنه مش بس السياسة إنه هي اللي بتخرب, لا في سياسة إنه ممكن إنه بيحدث تغيير بالقوانين واهتمامنا بهذا الموضوع. قبل فترة كان في مهرجان الزيتون الوطني وكان فكرة إنه ترسيخ تحت عنوان نرسم لنوثق هذا الموروث الحضاري المهم اللي بيدل على انتمائنا بالأرض وجذورنا وقديش في عنا بالأردن أشجار زيتون معمرة. فكان فكرة رائعة إنه إحنا ندخل على مهرجان الزيتون. وطبعا أنا بوجه تحية للدكتور نزار حداد المدير العام للمركز الوطني للبحوث الزراعية على فكرة إنه إحنا تعاوننا كجمعية من خلال المهرجان في تقديم ورشات رسم للأطفال يرسموا الزيتون. كمان حطينا أغصان الزيتون في فخار والفخار هو صنع من بلدي. فالفكرة يعني أخذتوا الأطفال على المعرض نفسه يعني بالضبط إنه كانت دعوة شاملة للأطفال. حلو. وحتى الأطفال اللي بيزوروا المهرجان كان في فكرة إنه يرسموا. حلو. كان لكم زاوية معينة بالضبط زاوية معينة إنه على مدار مرتين. طبعا كان في زملائي بحب أوجه لهم تحية أيضا الفنان التشكيلي وليد التميمي وأيضا الفنان التشكيلية إيناس أبو شهاب. بالإضافة كمان كان في عنا مشاركة من الدكتور مازن علي هو من أهم الموثقين لشجر الزيتون المعمر وأيضا فنان من سوريا زمزم الدمج. الحاج حلو. كل هدول شاركوا في هذا وتفاعلوا معهم. المهرجان بالضبط. فكان هيك تظاهرة جميلة بنقدر نحكي انه تعبير على انه احنا ما بننسى انه في شغلات لازم نغرسها بنفسية الطفل, نعمق انه كلنا بنشوف شجر الزيتون بس هل انه احنا بنقترب منه من لامسه بنشوف قديش في فوائده مهمة, قديش احنا عندنا بنحتوي الأردن على شجر معمر مهم جدا يعني بيجوا من
آخر العالم ليشوفوا هذا الشجر المعمر فاخر وجذوره يعني. بالأرض قديش بيبين أنه قديش إحنا متعمقين في الأرض فعلا. أنا سؤالي قدي إحنا بنعرف أنه من خلال يعني هذه الفعاليات ومن خلال الرسم نقدر نأصل أمور مهمة عند أجيال القادمة وعند مختلف يعني الأعمار بثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا. ولكن سؤالي يمكن على مر العصور بنشوف قدي من خلال اللوحة ولليوم المتاحف العالمية بتعكس ثقافة البلد وتاريخها ويعني عالم كامل وبنشوف قدي هذا الإشي مثمن. ولكن اليوم عم نشعر بأنه هناك انسحاب يعني قليل ما بنشوف ناس مهتمين بالفن وبالرسم من خلالكم. أوكي عم توزعوا هذا الإشي عم تزرعوه ولكن شو السبب التراجع يعني لربما أن الناس من خلال كلامك أيضا أنه ناسين مش عارفين يمسكوا الريشة يعني نعم. يعني بتعرف شغلي أحيانا الواحد لما توصل لمرحلة الجوع أنه بتيجي تحكي أنه أنا آكل ولا أرسم فصفة أنه لا أنه خاصة إحنا عن الفنان يعني قد ما عمل معارض وكذا بس لسه مش بدنا دعم أكثر للفنان لأنه يرتاح ليقدر يبدع ينتج. لكن نفس الوقت يعني أنا عم بشوف أنه في اهتمام بالرسم يعني أنه المتاحف عنا بالأردن في أعمال لفنانين أردنيين مميزين وحتى بيمثلونا بالخارج يعني زي ما بيحكوا خلينا نطلع على الجزء المليان انه لا في اهميه. هلا فكره انه ما عم بيمسكوا الريشه لانه من زمان ما رسمنا مش انه مش عارفين بس هي اعاده احياء لشيء احنا بعدنا عنه. يمكن الايباد اخذ معنا تطور الايباد يعني صورنا بس على الكبسات. لكن في جانب مشرق المعارض اللي عم بتصير بالبلد حتى قبل فتره الوقفه التضامنيه مع اهلنا في غزه انه كل الفنانين يعني اجتمعوا ليرسموا لوحات عبروا. هلا انا دائما نحكي انه الكتابه هي مفعول مقاومه، الرسم مفعول مقاومه يعني فعل مقاومه، فهذا كله مهم لانه ترسيخ انه من خلال الرسم انك انت هلا شو بدك تقدم. في ناس بتحكي انه اللوحه ما لازم تكون مسيسه لكن احنا بهذا الفتره هي انه مجرد تعبيرك ورسمك لاحداث معينه وتفاصيل هي بفعل انه إن هي حديث قوي قدام العالم انه احنا ما زالنا مستمر زي الكاريكاتيرات اكيد طبعا. كثير من اصدقاء الي شعراء وكتاب وفنانين من غزه ما زالوا لحتى الان بيكتبوا بيرسموا عم بيعملوا ورشات يعني مش ورشات حلقات رسم للاطفال بالمستشفيات عم بيرسموا عوجوههم عم بيخليهم يرسموا. هذا كله عم بيعطيهم دافعيه ومقاومه وبيبين انهم هن ما انهزموا لسه نفسيتهم عم تعطي عم ترسم عم بتعبر عم تكتب الشعر. هذا كله كتير مهم صحيح. فعلا والدليل على كلامك انه في كتير يعني اعمال فنيه وادبيه ايقونيه بتلامس القضيه الفلسطينيه طبعا. عادت الى السطح بقوه وفي ناس ما كانوا يعرفوها صاروا يعرفوها صحيح. يعني في ناس ما كانوا يعرفوا حنظلة لناجي العلي صاروا يعرفوه، ما كانوا يعرفوا قصيده لمحمود درويش عن هذه الارض على هذه الارض ما يستحق الحياه استحضروها فيه. فالفن يعود بقوه اذا كان حقيقيا وصادقا. هلا احنا مقبلين على سنه جديدة واحنا يعني بديسمبر بشهر 12 موسم الاعياد والمحبه والفرح، شو مخططين انتم بالجمعيه وكيف رح تستقبلوا السنه الجديده؟ في اجنده قادمه رح تحملوها للاطفال يعني بنعرف انه هاي السنه يعني اكيد الواحد لما يودع سنه ويستقبل سنه جديده بيكون دائما بتفاؤل. يعني الهم الاول يعني لاي انسان موجود هلا بهاي الفتره انه حرب على غزه انها صحيح. تنتهي تكون فعلا يعني زي ما بيحكوا القادم اقل الما واكثر نحكي فرحا على الجميع. يعني هذا هو الهم الاكبر اللي احنا هلا بهاي الفتره فعليا. كفكره نشاطاتنا احنا دائما هلا عم نركز على موضوع يعني حرب غزه والقضيه الفلسطينيه مهمه، فعم نعمل انشطه كمان لترسيخ انه كيف يعني بنشوف روعه فلسطين وشو عم نشوف. في شغلات مهمه انه لازم الطفل انه يعني يعرفها ويركز عليها. للسنة الجاي لسه يعني برجع بحكي لك العالم كله متوقف الآن بغزة، بس بنحكي إنه ربنا إنه الله يرحم الشهداء والخلود والسلام لأرواحهم ويشفي الجرحى ويطبب قلوب أمهاتنا اللي فعلا عم بيعطوا مشهد بالغ بالعظمة بصمودهم بمقاومتهم بهذه الفترة. حتى الأطفال اللي عم نشوفهم قديهم مثال يعني اليوم عم
بنشوف أطفال عم بيكتبوا روايات وقصص بكلمات بسيطة لما بتيجي تحكي لك طفلة إنه أنا بحلم أو بحقيقة مشاهد أليمة جدا وقادرة إنها يعني تعبر أكثر من إنه أي كلمة من فيلم سينما فيها طبعاً. فعلاً أكيد بدنا نشكرك أنا فعلاً. بدنا نشكرك غدير فعلاً. يعني أنت دائماً مميزة بدي أشير يعني أنا حتى التميز بهدول الفسيفساء الموجودة على الجاكيت فأنا فسيفساء مادبة نعم يعني الله الواحد دائماً حلو أنه دائماً يعني يرتدي شغلات من تراثه وهذا الإشي رائع جداً وأكيد بشكر العزيزة والصديقة ميخوري مصممة الأزياء التراثية اللي دائماً بتتحف بجمال التصميم وحلو أنه دائما لما تطلع تكون سفير لبلدك تحمل من التراث من الهوية الوطنية لتروجها من خلال حضورك نعم نشبه حالنا أشكرك يا غدير شكرا جزيلا لك وشكرا للمشاهدين اللي تابعوا هالفقرة لكن لازال بجعبتنا المزيد بعد هذا الفاصل.